لقاءنا اليوم واللي تيجي بالتعاون مع المجلس الإقليمي سيدي إفني وبدعم من عملة سيدي إفني تيجي في إطار الالتزامات اللي دار مكتب الجمعية مع السادة الرؤساء 75 باش أنه يعطي حصيلة سنوية واللي رضيناها نصف سنوية حصيلة العمل ديال الأجهزة ديال الجمعية. هذه الحصيلة اللي السادة الرؤساء سموها بالحصيلة الجد إيجابية وأن هناك دينامية جديدة في الجمعية وبأن هناك أعمال جليلة تقوم بها الجمعية في إطار أولا الترافع على مجالات اختصاص وبعض النواقص التي عرفها القانون 112-14 التي يهم التدبير ديال المجالس العمالات والأقاليم. ثانيا دور أساسي ومهم لتتلعبوا مجالس العمالات والأقاليم والجمعية ديال رؤساء مجالس العمالات والأقاليم في الترافع على قضايانا الوطنية في إطار الدبلوماسية الموازية واللي كان السياسة الحكيمة ديال صاحب جلال الله ينصرو بفضل التوجيه دياله الاهتمام بالتعاون جنوب جنوب واللي اتجه لدعم واحد الصندوق اللي خلقته وزارة الداخلية بالضبط المديرية العامة للجماعات الترابية. هذا الصندوق التعاون اللامركزي الإفريقي اللي هي واحد الآليات ديال الدبلوماسية الموازية اللي غادي يخلينا نخلقوا علاقات شراكة مع طلبات ديال السادة رؤساء مجالس جماعية ديال الدول الإفريقية واللي يعبروا على الرغبة ديالهم في لقاءاتنا ثنائية خلال أفريسيتي في كينيا أو في لقاءات أخرى في فرنسا وغيرها عبروا على الرغبة ديالهم في خلق هذه الشراكات. هذه الندوة داخلة في السياسة اللي نهجتها الجمعية على أنها نظمت عدة ندوات في الرباط، ولكن اليوم خدينا هذا القرار أنه نديروا ندوات في جميع جهات المغرب، وبالتالي اليوم احنا كنتواجدوا في سيدي إفني واللي كنشكروا المنظمين على حفوات اللقاء والنجاح. والموضوع جد مهم لأنه هو تتكلم على لوفاكدي اللي هو صندوق التعاون الإفريقي، لأنه غادي بواحد سياسة توجيهات ملكية وأنه يكون هاد تعاون جنوب جنوب لا كوبيراسيون سود سود، وبالتالي احنا غادي في هاد الاتجاه على أنه مجالس عمالات المغربية تساعد مدن وجماعات إفريقية في إطار هاد لا كوبيراسيون سود سود. وكان لقاء ناجح لأنه بعد 6 شهور ديال تأسيس الجمعية عرضنا على المنجزات والحصيلة ديال هاد 6 شهور اللي هي كانت جد إيجابية. اليوم سيدي إفني كان لقاء متميز فيما يخص الحصيلة النصف السنوية للجمعية ديال رؤساء مجالس العمالات والأقاليم اللي بكل صراحة قمت بواحد مجهود جبار فيما يخص الدبلوماسية الموازية إلى غير ذلك بالأنشطة اللي قامت بها الجمعية ولح تبع اتفاقية شراكة لبعض القطاعات الوزارية. هناك واحد المسألة اللي هي مهمة لجميع رؤساء حبلوا الفكرة، فهو اتفاقية شراكة اللي مع المدن ديال بعض الجماعات الأفريقية اللي فعلا بأن احنا السياسة ديال صاحب الجلالة اللي دائما يتكلم عن سياسة رابح رابح وجنوب جنوب، نبغينا كمجالس عملات الأقاليم بأن غادي نخرطوا في الديناميكية اللي كيعرفها البلد ديالنا بالقيادة ديال صاحب الجلالة اللي كيخدم يشتغلوا في العمق ديال افريقيا، ما بقاوش عولي بيننا غير على اوروبا. وبغينا بان السياسه ديال هذا الصندوق ديال التعاون الافريقي بكل صراحه اللي كدعم وزاره الداخليه بواحد المبالغ مهمه، بغينا حنا كمجالس الجامعات المجالس الجهويه اللي خصنا بان غادي نكونوا متواجدين مع بعض الدول خصوصا بعض الجامعات الافريقيه اللي طالبين بالالحاح، كيطالبوا لان باش غندخلوا معهم في الشيء ديال المشاريع خصوصا سوسيو اقتصاديه وكذلك مسائل اجتماعيه اللي في بعض الدول اللي هي هشه وعندهم ظروف اجتماعيه صعبه، بغينا حنا بان غادي نتعاونوا معهم كرؤساء مجالس العمالات والاقاليم. اليوم تعقيد الجمعيه المغربيه لرؤساء جماعات الرؤساء العمالات والاقاليم يوما دراسيا باقليم سيدي افني حول موضوع صندوق الدعم الإفريقي كآلية لتعزيز الدبلوماسية الموازية. وعلى هامش هذا اليوم الدراسي تم توضيح يعني بحضور جميع الرؤساء الجماعات والأقاليم على مستوى المملكة، تم يعني توضيح
من خلال بعض الأطر لدى المديرية العامة للجماعة الترابية جميع التوضيحات الشافية والكافية لهذا الصندوق من أجل بأن إن شاء الله جميع الأقاليم تنخرط في مشاريع جادة وفعالة مع مجموعة من 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 يعني الجماعات وعلى مستوى أو أقاليم إفريقية من أجل إنجاح مشاريع اللي كتخص يعني البنية التحتية الهشة إضافة إلى دعم وتعزيز التكوين والقدرات ديال لا الفاعلين الإفريقيين ولا الأطر ديالهم إضافة إلى يعني مجموعة من المشاريع الميادين اللي كتعرف خصاص على مستوى يعني دعم الطرق دعم الطرق ودعم بعض البنية التحتية الهشة في هذه الجماعات الإفريقية. فبالتالي الانخراط ديالنا يعني مسؤولين إقليميين على 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 يعني رأس المجالس الإقليمية في إنشاء هذا الورش الملكي من وراء يعني يعزز الدبلوماسية الرسمية اللي كيقوم بها صاحب الجلالة نصره الله. حتى احنا بإضافتنا كنقوموا بواحد الدبلوماسية موازنة اللي كنعتبروها دبلوماسية مدن اللي كتقيس يعني المواطنين بشكل خاص واللي احنا يعني كنعدوا لها تابعين للأوامر العليا ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.